اسأل سؤال مهم جدا، بيقول طب انا في البيت هذاكر في ميعاد محدد وهذاكر في وقت محدد وهنظم حالي وكل حاجه، يوم الامتحان مش هبقى مركز زي ما انا في البيت، يبقى ايه الفايده؟ لا، ما انت في البيت مش بتتمرن على الامتحان. خد بالك يا حسن، في ناس كتيره قوي فاكره ان الاس اي تي واي مذاكره عامه الهدف منها بس الاكزام، يعني انا بذاكر في البيت علشان اعمل زي الاكزام. في تيتشرز، ويمكن لو حد فيكم يسمع حد من التيتشرز دول او يعرف حد من التيتشرز دول قال له الكلام ده قبل كده، يديني تامز اب لو كلامي صح بالنسبه لكم. في تيتشرز اول ما تبتدي معاه تشتغل اس اي تي يقول لك اهم حاجه تحل امتحانات. اوكي، خد السكشن ده اهو، السكشن ده مكتوب عليه كام؟ 35 minutes. اقعد 35 minutes يلا حل. طب السكشن ده مكتوب عليه كام؟ 65 minutes. اقعد 65 minutes يلا حل. بس كده، وتفضل جريد 10 و11 و12 ثلاث سنين من حياتك كل اللي بتعمله انك عمال بتحل امتحانات بالتايم اللي مكتوب عليه. بصوا شايفين البوكس دي؟ اوكي، في غيرهم كتير قوي في المكتبه هناك، انما المهم يعني شايفين البوكس دي؟ حل كل الكتب دي. دي نصيحه التيتشرز، خد كل الكتب اللي عندك دي حلها كلها على بعضها بالتايم طول حياتك ثلاث سنين كده انت مستعد للاس اي تي. لا، مش ده الهدف. ياس يا حسن، في البيت انت هتبقى مركز بطريقه غير في الامتحان، ذات از 100% ترو، بس انت في البيت مش بتحل امتحانات، انت في البيت بتذاكر، انت في البيت بتتعلم، انت في البيت بتعرف شكل الامتحان ايه وشكل الاسئله ايه والكونسبتس بتاعتها ايه، وبتتمرن عليها مره واثنين وثلاثه علشان لما تدخل الاكزام تعرف تحله على طول. يبقى يا شباب انسوا ان مذاكره الاس اي تي هي حل امتحانات اوفر اند اوفر اند اوفر اجين. طب انا هاخد رايكم، اسمعوني وركزوا. دلوقتي التيتشر بتاعك قال لك اعمل زي ما انا قلت كده اهو، امسك كل الكتب دي، عندك 500 امتحان وحلهم كلهم. حلو، اول امتحان حليته من ال 500 جبت فيه 60% صح و 40% wrong مثلا. طب تاني امتحان برضه 60% و 40%. طب امتحان رقم 435 جبت فيه كام؟ 60% صح و 40% wrong، وتفضل برضه بتعمل نفس الكلام. في فايده؟ حد فيكم موافق ان في فايده من الكلام ده؟ انك عمال بتحل over and over and over and over again امتحانات مره واثنين وعشره و500 وبيجيب فيهم نفس السكور تقريبا؟ يمكن تكون بتعلى شويه، اكيد هتعلى شويه والا تبقى في حاجه فيك غلط، ولكن بتعلى حاجه بسيطه قوي. That's not it يا حسن. حسن I need you في البيت تقعد تذاكر تفهم تتعلم كل concept تتعلم كل السكيلز والرولز، اوكي؟ كويس قوي. Then لما تبقى mastering حضرتك للconcepts والrules والحاجات دي كلها، then you practice and you practice and you practice بالtime علشان في الامتحان تقدر تأدي كويس، اوكي؟ انما ما ينفعش بأي حال من الأحوال ان مذاكرة الـ SAT تبقى كلها عبارة عن حل امتحانات وخلاص. ماشي؟ It is useless.